أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحمد ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى بالجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم
قاصرات الطرف
فبأي